قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تزامنا مع عملية سحق الإرهاب في القصير تحت أقدام الجيش العربي السوري، سارعت ما تسمى بالجامعة العربية وتحت مسمى العاجل عقد اجتماع لوزراء خارجية العرب اللهثين لتدمير سوريا للتباحث في الهزيمة التي منيت بها الجماعات الإرهابية في القصير والتي حرقت معها أوراق مخططاتها. فتحت قبة ما سمي بالجامعة العربية، جرى التظاهر ببحث الأزمة السورية في محاولة لإشعار أقطاب قمة جنيف 2 بوجودها. وكالعادة نجحت الجامعة بإصدار قراراتها غير الواقعية والتي تدور في فلك أحلامها، معتبرة أنه على الأطراف السورية الذهاب إلى جنيف 2 من دون شروط مسبقة، ورافضة التدخل الخارجي في سوريا. الجامعة لم تكتفي بهذه المسرحية، لتعقبها تصريحات كاريكاتورية لأمينها العام تشرح لنا ما معنى الحل السلمي. كما ذكر معالي الوزير، إيه الحل السياسي؟ إيه الحل السياسي؟ إيه الحل السياسي؟ اجتماع يضم النظام والمعارضة للتشكيل للانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة. هذا الأمر دفع بمصدر في الخارجية السورية الرد على التناقضات الواضحة لها. فتعقيبا على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أكد المصدر أن الجامعة طرف أساسي في الحرب على سوريا، وما يصدر عنها وعن اجتماعاتها المتكررة لا يعني سوريا من قريب ولا من بعيد. وحسب مراقبين، فإن البعض لا يزال يرفض الاعتراف بأن مواسم الانتصار تسجلها إرادة السوري وعنفوان الجيش العربي السوري. فتحت أقدام الجيش العربي السوري تورق أزهار ربيع في ساحة عربية قحطة بائسة. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.